بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي في كل ليلة من ليالي الجمعة في هذا الموقع المبارك من بيت الله الحرام، نتدارس فيه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وها هو ذا مجلسنا 28 المنعقد هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 28 من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نواصل فيه الفصول التي عقدها المصنف رحمه الله في ذكر متعلقات ومقتنيات وشيء من خصائص وأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو أن يكون مجلسنا هذه الليلة عامراً بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. نستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه في هذه الليلة استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالله وملائكته عليهم السلام، وجزاء له على بعض حقوقه علينا، وتكميلا لإيماننا، وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومحبة وإكراما، وزيادة في الحسنات، وتكفيرا من السيئات. إن الصلاة على النبي لبلسم يشفي السقام ويذهب الأوجاع، فاجعلوا صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم مضاعفة من ربكم بإخلاص النية وصحة القصد في عملكم الصالح هذا. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه، بعدما تم حديث المصنف رحمه الله عن ذكر الغزوات والبعوث والسرايا وما يتعلق بهذا الفصل المبارك في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وهو استتمام لما أراده رحمه الله في ذكر متعلقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه. يذكر رحمه الله في هذا الفصل السلاح، سواء كان سيفاً أو درعاً أو قوساً أو ترساً أو رمحاً أو حربة ونحو ذلك مما يستعمله المحارب في قتاله. وجعل أيضاً في بقية الفصل ما يتعلق بالجبة التي يلبسها في الحرب، والراية والفسطاط والقدح والركوة وغيرها مما سيأتي ذكرها في هذا الفصل. وبين يدي شروعنا في فصل الليلة ها هنا وقفتان أيها الكرام، إحداهما الحديث عن أسماء هذه المقتنيات التي ستسمعونها ونقرأها في مجلس الليلة. له 9 أسياف، لكل سيف منها اسمه: سيف اسمه ذو الفقار، والآخر مأثور، والثالث البتار، والرابع الرسوب، والحتف، والقضيب، والقلعي. وسيأتي أيضاً في أسماء رماحه عليه الصلاة والسلام، وأسماء أدرعه: ذات الفضول وذات الوشاح، والسغدية، وفضة، والبتراء. وأسماء الأقواس: الزوراء، والروحاء، والصفراء، والكتوم. كل شيء من مقتنياته عليه الصلاة والسلام يسميه باسم، ولفرسه اسم، ولبغلته اسم. يسمي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق به بأسماء،
ولذلك مقاصد وحكم منها تمييزها، فإنه إذا كان عنده عليه الصلاة والسلام أكثر من فرس فيسمي كل فرس باسمه، فيتميز هذا السيف عن ذاك باسمه، فإذا أراد سيفا من أسيافه يطلبه أو يستعمله أو يقصده بالكلام خصه باسمه فعرف ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد المقاصد في تسمية المقتنيات. والمقصد الآخر قدر عظيم تقرأه في ثنايا ذلك من عظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته بما يكون تحت يده وإن قل، فإنه يعتني به ويسميه ويفرد له اسما فيعرفه، ويعرفه أهل بيته أنه إذا طلب الموشح فالمغفر الذي كان يلبسه، وإذا أراد الآخر قال السبوغ، وإذا طلب روحه فيسميه باسمه المثوي أو النبعة أو البيضاء، وهكذا في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. الوقفة الأخرى يا كرام، هذا النقل العجيب، أسماء سيوفه ورماحه وأدروعه وسائر مقتنياته، حتى المشط الذي كان يستعمله والوعاء الصغير الذي كان يحفظ فيه سواكه ومشطه عليه الصلاة والسلام سماه وعرفه أهل بيته. كيف حفظت هذه الأسماء وانتقلت ورواها العلماء، وها نحن ذا نجلس الليلة بعد أكثر من 1400 عام من وفاته عليه الصلاة والسلام ونذكر أسماء المقتنيات التي ربما كانت لأحدنا في بيته ما عرفها. هذا الرصد العظيم من الصحب الكرام رضي الله عنهم لكل شأن متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالة عظيمة جدا والله. تدري ما هي؟ أنهم قوم ما فوتوا علينا من حياة وهدي وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما فوتوا شيئا والله، نقلوا لنا كل شيء. لقد كانوا أمناء جدا والله، أوفياء رضي الله عنهم، وأرادوا لنا أن نعيش ما عاشوا وأن نبصر ببصائرنا ما لم تبصره أعيننا، لأننا لم نظفر بصحبته ولا اكتحلت عيوننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن والله ما فاتنا شيء. كل هذه في الشمائل والسيرة مرصودة بأدق تفاصيلها، كأنك تدخل بيته فترى السيوف والأدراع والقسية وسائر مقتنياته عليه الصلاة والسلام، وقد مر بك أيضا أسماء أهل بيته، خدمه وحراسه وكتاب الوحي والسفراء والأمراء، كل شيء حفظه أولئك الكرام رضي الله عنهم واعتنى به علماء الأمة جيلا بعد جيل. هذا دين يا أحبة، أن تتعلم كل شيء يتعلق برسولك عليه الصلاة والسلام، هذا علم، علم جزء من علم الشريعة، فإذا طلبته ودرسته وتعلمته أنت سالك في التفقه الشرعي من أوسع أبوابه. ونحن إذ نفعل ذلك ونتداول مثل ذلك ونتدارسه ونقرأ ما كتبه علماء الأمة رضي الله عنهم ونورث ذلك لأجيالنا ومن يأتي من بعدنا، فإننا نحافظ على هذا التراث المحمدي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله. فانظروا رحمكم الله كيف توارثت أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيرته العطرة وشمائله وأخباره وأدق تفاصيله. ولكم قلنا مرارا، هذا الجسر الذي تعبر عليه أمة الإسلام إذا أرادت أن تبني في قلبها الصروح العظيمة الصادقة في إيمانها وحبها وطاعتها وامتثالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمساكا بسنته، لأن المحبة إنما تقوم على قدر عظيم وركائز متينة من المعرفة بشأنه، فإنك والله كلما عرفته أكثر أحببته أكثر، وكلما زاد في قلبك من العلم به بما يحببك فيه ويزيدك قربا منه صدقت محبتك
وأثمرت في قلبك وفؤادك ثمارها المباركة، الطاعة والاستنان والتمسك بالسنة والحرص عليها والحب لها ودعوة الأمة إليها، كل ذلك باب ندخل منه في دراستنا للسيرة والشمائل والتعرف على كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إناء يشرب فيه أو رمحا يمسكه أو عنزة يمشي بها يصلي العيد وتركز أمامه فيصلي خلفها يتخذها سترة، وغير ذلك مما سيأتينا في فصل مجلس الليلة في ذكر سلاحه وأثاثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتيك بعد فصل في أسماء دوابه عليه الصلاة والسلام، البعير والفرس والبغلة، ثم فصل في ملابسه عليه الصلاة والسلام. والله إن الأمة في هذه الأبواب لتتعلم وتدرس وتقرأ، وقد دونت وحفظت وروت ما لم تعرفه عن أمهاتها وآبائها. من منكم يعرف أثواب والده أو أمه؟ ومن منكم يعرف شيئا عن جده الأقرب، أبي أبيه أو أبي أمه؟ لكننا نعرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته أوجب ولأن طاعته أولى في حقنا، ونحن نرصد بذلك ما يعيننا على صدق المحبة وتمام الطاعة والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان له 9 أسياف، مأثور وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والعضب وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكانت نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة. هذه 9 أسياف، وقد قال الحافظ الإمام عبد الباسط سبط السراج البلقيني: لهادينا من الأسياف 9: رسوب والمخذم ذو الفقار، قضيب حتف، والبتار عضب، وقلعي ومأثور الفخار. هذه 9 أسياف حفظت أسماؤها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهرها سيفه الذي تنفله يوم بدر ذو الفقار، ورأى فيه الرؤيا التي تتعلق بغزوة أحد وسيأتي ذكرها الآن. وقال أيضا صاحب قرة الأبصار: له من الأسياف 9 فقط، أسماؤها مروية عمن فرط، منها الذي أصابه ببدري وكان يدعى ذا الفقار فدري، ومثله القلعي والبتار والحتف قد جاءت به الأخبار، كذلك المخذم والقضيب والعضب والرسوب يا لبيب. لا يحفظ في صحيح السنة من هذه 9 إلا ذو الفقار أو ذو الفقار، السيف الذي تنفله يوم بدر، وباقي الأسياف يرويها أصحاب السير وكتاب التاريخ في ذكر ما ينقل كما ذكر المصنف هنا رحمه الله. قال: أول سيف ملكه مأثور ورثه من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وثاني الأسياف سيف العضب كان قد أهداه إياه سعد بن عبادة رضي الله عنه في غزوة أحد، يقال وهو الذي أعطاه أبا دجانة لما طلب القتال. الثالث ذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، قال: هذا أشهر سيوفه وكان لا يكاد يفارقه. سمي بذا الفقار بذي الفقار أو ذي الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار حسان في ظهر النصل، يقال للحفرة فقرة، وهو أشهر سيوفه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: كان لا يكاد يفارقه، كانت قائمة سيفه ذي الفقار وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. هذه أسماء أجزاء السيف، قائمة السيف معلومة، أما قبيعة السيف فالمراد بالقبيعة ما يكون على طرف مقبض السيف، فإذا قبض الفارس على السيف
يأتي تحته قطعة تمنع انزلاق المقبض من يده تسمى القبيعة، ويقال القبيعة ما يكون تحت شاربي السيف فوق الغمد، وقيل ما يكون على رأس قائم السيف يسمى قبيعة. كان هذا الجزء من السيف من فضة، ليس القبيعة فقط، قال كانت قائمته وقبيعته وحلقة السيف وذؤابته وبكراته ونعله من فضة. المقصود بنعل السيف الحديدة التي تكون أسفل جراب السيف وتكون مستعرضة لتمكن الفارس من الإمساك بالسيف. هذه الأجزاء كانت من فضة، فهل يجوز استعمال الفضة للرجل؟ الجواب: الذهب حرام بإجماع، وأما الفضة فيجوز منها ما دعت إليه الحاجة، وقد ثبت استعمال الفضة في بعض سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والسيف يباح تحليته بيسير الفضة، فإن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة. وهذا الذي ذكره المصنف مأخوذ أيضا في الرواية، وبعض من روى ما يتعلق بسيفه كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه فيما أخرج النسائي: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رابع الأسياف القلاعي، وخامسها البتار. قيل إنه أصاب هذين السيفين من الغنيمة التي كانت من سلاح بني قينقاع الذين أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد غزوة بدر. سادس الأسياف الحتف، وسابعها الرسوب، وثامنها المخذم، وتاسعها القضيب. قيل إن القضيب أول سيف تقلده، ثم قال رحمه الله: وكانت نعل سيفه فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة. القبيعة ما يكون تحت المقبض، ونعل السيف ما يكون من حديدة أسفل الجراب. قال: وما بين ذلك حلق فضة في سيفه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي أري فيه الرؤيا. كان سيفه ذو الفقار تنفله، معنى تنفله أخذه نافلة يعني زيادة فوق سهمه يوم بدر صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الإمام أحمد والحديث حسن: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال المصنف: وهو الذي أري فيه الرؤيا، يعني ما يتعلق بغزوة أحد، في حديث أخرجه الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن بشواهده. ومنها رواية ابن عباس رضي الله عنهما في قصة رؤيا هذا السيف في المنام، فإنه عليه الصلاة والسلام أصاب السيف يوم بدر ورأى فيه الرؤيا قبيل غزوة أحد. ورؤيا السيف، سيف ذي الفقار، هو الذي حفظ لنا في السنة اسمه من بين سائر الأسياف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلاً، فأولته فلاً يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشاً، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها المدينة، ورأيت بقراً تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير. فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أنه رأى الرؤيا قبل مقدم قريش في غزوة أحد واستشارته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فإنه رأى ما سمعتم، رأى في سيفه ذي الفقار فلاً، وفي بعض الرواية رأى فيه ثلمة. قال هنا: فأولته فلاً يكون فيكم، يعني شيئاً من المصاب يقع فيكم. وفي الرواية الأخرى قال: فأولته قتلاً في أهل بيتي، فكان قتل عمه حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. قال: ورأيت أني في درع حصينة،
يقصد المدينة كما قال هنا، ورأيت بقرا تذبح وفي رواية تنحر، فأوله القتل الذي يقع في أصحابه. قال فبقر يعني قتل وذبح والله خير، يعني ما يقدره الله يكون خيرا. قال فبقر والله خير، فبقر والله خير. رأى الرؤيا عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وأولها له. ولما استشار أصحابه يوم أحد وقد سمع بخروج قريش في 3000 إلى المدينة للقتال استشاره، فكان رأي شباب الصحابة ممن لم يدركوا غزوة بدر الخروج إلى القتال، وأن يرى الله منهم من التضحية والصبر والفداء والنصرة له ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ما تقر به عيون بني الإسلام. وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام البقاء في المدينة والقتال من داخلها من بين أزقة الشوارع وعلى أفواه السكك وفوق أسطح المنازل، لكنه لما استشارهم كان رأيهم أكثر، فأخذ برأيهم عليه الصلاة والسلام ودخل حجرته يتهيأ ويلبس سلاحه. فلما رأى الصحابة ذلك رضي الله عنهم كان من أدبهم ورفيع حسهم أن قالوا كأننا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه يعتذرون ويريدون أن ينزلوا على رأيه الذي يراه، نحن معك يا رسول الله حيث ترى. وكان قد لبس لأمة الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ما كان ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وهنا القيادة والرأي الذي لا يتراجع فيه القائد. قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فمضى عليه الصلاة والسلام، فكان ما رأى في الرؤيا القتل الذي وقع فاستشهد 70 من أصحابه يوم أحد، الثلمة التي في ذباب سيفه، القتل الذي وقع في أهل بيته وكان عمه حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه، وكان ما حصل فيما رأى عليه الصلاة والسلام، وذلك كما قال فبقر والله خير، ما قدر الله إلا خيرا ولا أراد بنبيه عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام إلا خيرا، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآيات وهي مليئة بالحكم بما أصابهم يوم أحد، ولله الأمر أولا وآخرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. هذه الرواية ضعيفة عند أهل العلم فيما أخرج الترمذي في الشمائل وفي جامعه أيضا والطبراني وغير واحد هذا اللفظ، دخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، فإضافة الذهب في الرواية شاذة ضعيفة. أولا لسندها وما يتعلق بروايتها، قال الترمذي حديث غريب، وقال الإمام الذهبي هذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهبا، فقد أجمع العلماء على عدم صحة ذلك. فنقد المتن أول، نقد السند أوجب ضعف الرواية. وأما نقد المتن فكما سمعت فإنه لم يحفظ أن في سيفه عليه الصلاة والسلام أو في شيء من أسيافه شيء من الذهب، وبقي أمر الذهب محرما في حكمه العام على الرجال، لا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة فيما لا يقوم غير الذهب مقامه كما في التداوي. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح أقوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. هذا نص صريح يرويه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك ضعفت رواية أنه كان على سيفه يوم فتح مكة ذهب وفضة.
قال: ما فتح الفتوح، لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة. قال: إنما كانت حليتهم، حلية السيف، ما يكون عليه كما في المقبض والنعل والجراب والغمد مما يزين به السيف ويكون حلية لهم. قال: إنما كانت حليتهم العلابي والآنوك والحديد. الحديد معلوم، والآنوك الرصاص المذاب، فليس ذهبا ولا فضة. أما العلابي فالمقصود به العصب الذي يستخرج من رقاب البهائم، يستخدم كالخيط والحبل الذي تشد به الأمور، فإذا جف ويبس كان أقوى ما يكون شدة، وما زالت الناس تستعمله إلى اليوم. يقول: هذا الذي كان يستعمل في حلية أسيافهم. فثبت إذن ضعف رواية أنه دخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، بل إنما كان نعل السيف وقبيعته وذؤابته كما تقدم من الفضة لا غير، أما الذهب فلا تصح به الرواية سندا، وهي أيضا منتقدة متنا كما سمعتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له سبع أدراع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح، وذات الحواشي والسغدية، وفضة، والبتراء والخرنق. سبعة أدراع جمع درع، والمقصود بالدرع ما يستعمله المقاتل يتقي به ضرب السيوف والرماح والسهام، يستعملونه حماية واتقاء وأخذا بالأسباب. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي تكفل الله عز وجل بحمايته فقال: إنا كفيناك المستهزئين، وقال: والله يعصمك من الناس، أمره أن يأخذ بالأسباب مع توكله على الله. ظاهر يوم أحد بين درعين عليه الصلاة والسلام، والدرع حلقات منسوجة من حديد يلبسها كالقميص، فإنها تقي الصدر والظهر من ضربات السيوف أو رمي الرماح ونحوها مما يتقي به المقاتل في القتال. كانت له سبع أدراع وتسعة أسياف كما تقدم، وهذه أسماؤها: ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله. درعه ذات الفضول مع درعه المذكورة بعد ذلك واسمها فضة، هاتان الدرعان أصابهما عليه الصلاة والسلام أيضا من مغنم غزوة بني قينقاع التي أصاب منها عليه الصلاة والسلام سيفه البتار كما تقدم في الأسياف. أما درعه ذات الفضول ففيه القصة المشهورة التي رهن فيها الدرع لأجل سلف فيه 30 صاعا من شعير استلفها من يهودي في المدينة يقال له أبو الشحم، فأخذ الدين ورهن في مقابل الدين درعه ذات الفضول، وكان مدة الدين إلى سنة. وأنتم تعلمون أن الرهن توثقة للدين، بحيث إذا لم يستطع المدين، إذا لم يستطع الدائن سداد الدين، كان للمدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه منه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي، والمقصود في الرواية بالدرع المرهونة هي درعه ذات الفضول، قال: وكانت من حديد. وأما بقية الستة فأسماؤها كما سرد المصنف رحمه الله: ذات الوشاح، ذات الحواشي، السغدية، وفضة، والبتراء، والخرنق. فإذا اتخذ جملة من الأدرع فإنها تكون عنده يستعمل منها على التناوب ما احتاج منه عليه الصلاة والسلام إذا خرج للغزو والجهاد، فتعددها من باب تعدد الآلة التي يستعملها المقاتل في سلاحه، وهي إما هدية تهدى إليه أو يصيبها من بعض المغانم كما سمعت، وهي في جملة مقتنيات وسلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له ست قسي، الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد. ست قسي جمع قوس، المستعمل في الرمي بالسهام في القتال. كانت له ستة عليه الصلاة والسلام، وأسماؤها كما سمعت: الزوراء
الروحاء، الصفراء، البيضاء، الكتوم والسداد. وأخبر أن قوسه الكتوم كسرت يوم أحد فأخذها الصحابي الجليل قتادة بن النعمان رضي الله عنه. فالقسي جمع قوس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له في آلة الحرب سيف ودرع ورمح وقوس، وكان له ترس، وكان له مغفر، كما سيأتي ذكرها تباعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أديم مبشور، فيها ثلاث حلق، فيها ثلاث حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة، كذا قال بعضهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة. كانت له جعبة تدعى الكافور. الجعبة هو مثل الكنانة التي الحاوية التي تحمل فيها السهام، يحملها المقاتل على كتفه فيسحب منها السهام واحدا واحدا ويضعها في القوس يرمي بها. فالجعبة الوعاء الذي يحمل السهام يسمى جعبة. وأيضا كان له اسم يسمى الكافور. قال: وكانت له أيضا عليه الصلاة والسلام منطقة، المنطقة الحزام الذي يشد به في الوسط. فكان أحدهم إذا لبس إزاره في القتال يحتاج إلى شده خشية أن تنكشف العورة أو يسقط مع الحركة والركض أو القتال والسقوط، فيحتاج إلى شد الإزار بما يثبت به الإزار خشية انكشاف العورة. قال: كانت له منطقة من أديم مبشور. الأديم الجلد، والمقصود بالأديم المبشور أنه مقشر وجهه لأجل إما لقدمه مثلا أو لقصد تقشير الجلد لأجل أن يثبت أو يكون أشد يبسا. قال: فيها ثلاث حلق من فضة، يعني كانت هذه المنطقة أو الحزام الذي يربط على الوسط كانت فيه ثلاث حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة. الإبزيم الرأس اللسان الذي يدخل في الطرف الآخر ليغلقه ويشد عليه. فالطرف الأول يسمى طرفاً والثاني يسمى إبزيماً، وهو اللسان الذي يدخل في الطرف الآخر فيغلقه ليشد على وسطه. هكذا قال بعضهم كما قال المصنف رحمه الله. ثم نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، يعني ما اتخذ الحزام ولا لبسه. وأن ما يرويه بعض كتاب السير في هذا الأمر تحديدا لا يثبت به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر عدد من أصحاب السير اتخاذه للمنطقة ككثير ممن كتب فيها ويتوارد على نقلها، فأوردها المصنف رحمه الله تبعا لهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس آخر، وترس يقال له الفتق، قيل وترس أهدي إليه فيه صورة تمثال، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. الترس الصفيحة من الحديد التي يمسكها المقاتل بيده يتقي بها ضرب السيف ووقعه في المبارزة والقتال. فإذا أمسك السيف بيده أمسك بالأخرى ترسا يتقي به بيده، حيث يدفع عن نفسه ضرب السيوف إذا وقعت عليه. فهو غير الدرع، الدرع يلبس كالقميص، والترس والترس يمسك باليد. قال: كان له ترس يقال له الزلوق، وفي بعض النسخ ضبطت الدلوق، وفي بعضها الدلوف، وترس آخر يقال له الفتق. قال: وقيل أيضا كان له ترس أهدي إليه فيه صورة تمثال، فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. والله أعلم بصحة هذه الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له خمسة أرماح، يقال لأحدهم المثوي، والآخر المتثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا. الرمح العصا
من الحديد أو من الخشب يكون في أعلاها وفي رأسها طرف مسنن محدد من حديد ونحوه يرميه المقاتل فيها قوة الرمي وطول العصا التي تبلغ المسافة فتنفذ إلى ما يريد إصابته حيوانا إن كان يصيده أو عدوا إن كان يقاتله وهو أيضا يعود إلى قوة المقاتل فإنه إذا أحسن استعمال الرمح وإمساكه ورميه كان أشد ما يقول فإنه أقوى وقعا من كثير من غيره من الأسلحة كان للنبي عليه الصلاة والسلام 5 أرماح أحدها يقال له المثوي والآخر المتثني والثالث حربة يقال لها النبعة وربما قيل النبعاء وأخرى كبيرة رابعة تسمى البيضاء أما الخامسة قال فصغيرة شبه العكاز يعني كأنما يجعل نصلها في الأسفل فيمسكها يتكئ عليها كعكاز يمشي عليه المتكئ على عكازه هذه الصغيرة تسمى عنزة وثبت في الروايات الصحيحة أنه ربما مشى بعض أصحابه بين يديه صلى الله عليه وسلم وفي يده العنزة التي يمشي بها فيستعمل العنزة إذا جاء لقضاء الحاجة علق عليها رداءه إذا جاء للصلاة جعلها سترة يصلي خلفها فيركزها في الأرض ويصلي خلفها فتكون سترة فهي إذن شيء من السلاح يحمل في اليد وله هيبته وتستعمل في عدة منافع يستعملها قال كانت كثيرا ما تكون بيديه عليه الصلاة والسلام أو بيد بعض أصحابه ممن يكون في صحبته إذا مشى قال العنزة يمشى بها بين يديه في الأعياد إذا خرج لمصلى العيد صلى الله عليه وسلم تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها وكان يمشي بها أحيانا أما الرمح فربما كان بطول الإنسان أو أطول قليلا لكن العنزة لقصرها يتسنى لحاملها أن يمشي مستعملا إياها كالعكاز أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشبه ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر المغفر هو عبارة عن زرد ينسج على قدر الرأس سترة من حديد سترة من حديد تنسج على قدر الرأس تلبس تحت القلنسوة تحت بيضة الحرب التي يلبسها المقاتل فيلبس المغفر أولاً وهي عبارة عن سترة من حلقات من حديد تنسج على قدر الرأس ثم تنزل فتغطي جانبي وجه المقاتل وأيضاً خلف رأسه وتثبت من أعلاها بالخوذة أو بيضة الحرب أو القلنسوة التي تثبت بها سترة المغفر فهو زرد من حديد ينسج يستعمله المقاتل يتقي بها أيضا ضرب السيف والرماح في منطقة الوجه والرأس لحمايته هذه آلات الحرب وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام المغفر ويقال أيضا إنه لما سقط في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قمئة يوم أحد كانت قد دخلت حلقتان من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم بمعنى أن حلق الحديد التي كانت في المغفر بسبب السقوط الذي أصابه عليه الصلاة والسلام في الحفرة ووقع لشقه أو على جانبه دخلت بسبب السقوط حلقتان من الحديد في المغفر فدخلت داخل وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام فأدمته حتى انتزعها بعض الصحابة بثنيتيه رضي الله عنه كان لنبينا عليه الصلاة والسلام مغفر يقال له الموشح الموشح من الوشاح يعني الذي شاب الحديد فيه أيضا شيء آخر قال وشح بشبه الشبه النحاس الأصفر فالموشح عبارة عن درع أو مغفر من حديد موشح بشبه النحاس قال ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ مغفران ثبت اسمهما فيما يذكر من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكانت له 3 جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبة سندس أخضر
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق وكان له يلمق من ديباج بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب. وأحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب. ثلاث جباب جمع جبة، وهي ما يلبسه فوق الرداء. جبة حرب، قيل كان من بينها جبة سندس أخضر، والسندس نوع من القماش من أرقاه وأنعمه، كان جبته سندس أخضر من تلك الجباب الثلاث. قال المصنف رحمه الله: ولمعروف أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان له يلمق من ديباج. اليلمق أيضا قباء محشو له بطانة في داخله تكون من صوف أو من قطن ونحوه. كان لعروة بن الزبير رضي الله عنه يلمق من ديباج، يعني من حرير، بطانته سندس أخضر، والسندس أيضا نوع من الحرير الناعم يلبسه في الحرب. فلأجل ما ذكر من السندس والديباج يرد الإشكال كيف يلبس الحرير مع النهي الثابت في السنة عن استعمال الحرير للرجال. قال المصنف رحمه الله: وأحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب. لا يجوز للرجال لبس الحرير إلا من حاجة، كأن يكون به حكة، ولا يناسبه في اللباس إلا الحرير فيلبسه لعذر. قال: ومن الحاجة لبس الحرير في الحرب، وهي إحدى الروايتين، يعني الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة أنه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود. نعم، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السواد شعارا له على الدوام، لا في رايات الحرب، ولا في العمامة التي يلبس، ولا في شيء من اللباس والمظهر والهيئة، لم يكن السواد شعارا دائما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه يقع اتفاقا، فربما لبس عمامة سوداء، وربما كان في بعض مغازيه له راية سوداء. والمقصود بالراية ما يحملها أحد أفراد الجيش، ربما كان القائد أو غيره يحمل الراية التي تقود الجيش في توجه الميدان في القتال، فيتبع أفراد الجيش الراية ما بقيت مرفوعة. فحامل الراية من أهم من يكون في الجيش ليحافظ على موقعه ببقاء الراية مرفوعة، وبقاؤها مرفوعة هي إشارة إلى تماسك الجيش وثباته وبقائه ثابتا في ميدان القتال. ولذلك يعمد الأعداء في مبادئ الغزو في القتال إلى حامل الراية لقتله أو إصابته من أجل إسقاط الراية. فإذا أصيب حامل الراية فسقطت، يحرص بقية الجيش على التناوب على رفعها، لأن الجيش الممتد سواء كان بالمئات أو بالألوف إنما يبصرون من بعيد بقاء الراية، فإذا رأوها مرفوعة علموا أن جيشهم ثابت قائم، فيزدادون ثباتا واستبسالا وشجاعة في القتال. ولا يمكن لأحدهم أن يتراجع أو ينخذل أو ينهزم من أرض المعركة أو يفر. فكل هذا من معاني رفع الراية. كانت راية الرسول عليه الصلاة والسلام في مغازيه ليست واحدة على الدوام، قال: كانت ألويته بيضا وربما جعل فيها الأسود. وفي سنن أبي داود قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. فكل هذا ثابت، والصحابي الراوي لم يسمى فهو مبهم في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له فسطاط يسمى الكن، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء. هذه شيء من أيضا آلة الحرب وأدواته. كان له فسطاط، الفسطاط شبه الخيمة الصغيرة التي تنصب
يكون تحتها قائد الجيش عادة، أو كبار قادة الجيش يجتمعون فيها لإدارة القتال، لتوجيه الرأي، لإنفاذ الأوامر. كان له فسطاط يسمى الكن، وهو أيضا مأخوذ من معنى الاكتنان، يعني البقاء فيه، يحفظ به المقاتل أو القائد نفسه في ذلك الموضع. وكان له أيضا عليه الصلاة والسلام محجن قدر ذراع أو أطول. المحجن كل عصا منعطفة الرأس تسمى محجنا، كالصولجان وكثير من العصي التي تحمل إذا كانت منعطفة الرأس تسمى محجنا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف واستلم الحجر بمحجن، فكل ذلك ثابت في أثاثه عليه الصلاة والسلام. قال كان له محجن قدر ذراع أو أطول، يعني ليست عصا يمشي بها يتكئ عليها، إنما هي ذراع قصيرة، إنما هي عصا قصيرة قدر ذراع أو زيادة، ورأسها منثن تسمى المحجن. يستعمل المحجن في مقاصد شتى، يتناول به شيئاً يقربه إليه، يحمله بين يديه، يتناول بعض أغراضه، يثبته فيضع عليه شيئاً، قال يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، فإذا صعد على البعير علق المحجن عليه. كان له أيضاً عليه الصلاة والسلام مخصرة تسمى العرجونة، أيضا المخصرة عصا قصيرة يتوكأ عليها الماشي، طولها أربعة أشبار، هي أيضا قريبة من ذراع، لكن الفرق أن المحجن يكون منثني الرأس منعطفا، وأما المخصرة فعصا قصيرة ليس فيها ذلك الانثناء. يستعملها للإشارة أو يستعملها للضرب أو تناول شيء أو قصد شيء بوضعه عليه. وله أيضا قضيب من الشوحط، الشوحط اسم الشجر الذي يصنع منه القوس، متين الخشب قوي صلب. كان له قضيب من شوحط، القضيب أيضا يعني قدر من العصا القصيرة، قضيب، والقضيب لا يتجاوز شبرا أو اثنين، يعني أطول من السواك بقليل. فهذه يعني مقاسات، كانت له العنزة الرمح القصير، وكان له المحجن الذي هو عصا منعطفة الرأس، وكان الأصغر من ذلك مخصرة على العصا القصيرة التي لا تتجاوز أربعة أشبار، وأقصر من المخصرة القضيب، متخذ من خشب يسمى الشوحط، قال يسمى الممشوق. هذا القضيب الذي كان بيده، الذي هو بطول السواك مرتين أو ثلاثا، يسمى الممشوق. قال وقيل هو الذي كان يتداوله الخلفاء، فإنهم تداولوا بردته عليه الصلاة والسلام وخاتمه، حتى فقدت شيئا فشيئا، حرقت بردته قيل أيام غزو المغول، والخاتم سقط في زمن عثمان رضي الله عنه في بئر أريس، وبقية مقتنياته التي كان بعض الخلفاء يتداولونها تبركا وحرصا على أن يكون لهم في خلافته، خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أمته أن يكون لهم شيء من أثره وأثاثه ومقتنياته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف قيل، إشارة إلى عدم ثبوت ذلك، لكنه كما يروى في بعض الكتب، والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثا، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة. القدح مثل الإناء الصغير الذي يشرب فيه الماء واللبن وغيره، كان له قدح، حتى القدح يسميه باسم، قال يسمى الريان، وقدح آخر اسمه مغيث. الريان من الري، لأنه إذا شرب ارتوى، فسمى القدح ريانا وسمى الآخر مغيثا. قال وعنده قدح ثالث مضبب بسلسلة من فضة. التضبيب هو معالجة الشق إذا حصل في القدح أو الانكسار الذي يحصل فيه، فهو كاللحام يجعل فيه سلسلة من فضة يجبر ويلحم بها من كسر أو من شعب من القدح، فيكون ممسكا له ليبقى استعماله، وهو الذي يذكره الفقهاء في مسألة ما يجوز من استعمال الفضة في الأواني إذا كانت الضبة يسيرة ولحاجة، كما يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أخذا من قدح النبي عليه الصلاة والسلام المضبب بشيء يسير من الفضة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان له قدح من قوارير،
وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل. القدح أيضا هو الوعاء الذي يحفظ فيه شيء من السوائل. كان له قدح من قوارير يعني قارورة وتكون من زجاج، وقدح آخر من عيدان يعني من خشب يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل. فإن البيوت لم يكن بها حمامات وليس فيها مواضع للخلاء وقضاء الحاجة، فإذا قام النائم من نومه بالليل وهو محصور أكرمكم الله يحتاج إلى تبول، فكانوا يعمدون إلى اتخاذ بعض الأواني يضعها أحدهم تحت سريره، فإذا قام محتاجا إلى التبول في أثناء الليل والظلام لا يساعده على الخروج إلى مكان قضاء الحاجة في طرف الأحياء أو خارج المدينة أو الوقت لا يسع، يستعملون تلك الأواني يتبول فيها أحدهم، فإذا أصبح وطلع النهار خرجوا فألقوه خارجا حيث تكون قضاء الحوائج. قال له أيضا قدح من قوارير وقدح من عيدان يبول فيه صلى الله عليه وسلم إذا كان من الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وركوة تسمى الصادرة، قيل وتور من حجارة يتوضأ فيه. كان له ركوة، الركوة إناء صغير من جلد أشبه بالقربة الصغيرة جدا تتخذ من جلد تسمى ركوة، كان يسميها الصادرة صلى الله عليه وسلم. والركوة أيضا ربما كانت من معدن كالذي يستعمله الناس اليوم، إناء صغير من معدن تغلى فيه القهوة فإنها أيضا تسمى ركوة، فهي صغيرة الحجم معدن من نحاس أو غيره يغلى فيه الماء أو تغلى فيه القهوة تسمى ركوة كذلك. وتور من حجارة يتوضأ فيه، التور شبه الطست الذي يكون وعاء متسعا مفلطحا أو ربما كان قدحا كبيرا، كان له تور من حجارة يتوضأ فيه، وربما اغتسل عليه الصلاة والسلام هو وبعض أزواجه في تور من نحاس أو من حجارة يجتمع فيه الماء الذي ينفصل عن المغتسل من أعضاء بدنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومخضب من شبه. المخضب الوعاء الذي يغسل فيه الثوب، أيضا هو شبه التور لكنه يستعمل لغسيل الثياب يسمى مخضبا. من شبه يعني من نحاس. نعم. وقعب يسمى السعة. القعب إناء كبير الحجم، قيل هو قدح كبير يكفي عدة أشخاص، وقيل بل هو من الحجارة المجوفة أو من الخشب المقعر الذي يكفي الشربة الواحدة لشخص أو اثنين لا أكثر. قال: ومغسل من صفر، ومدهن، وربعة يجعل فيها المرآة والمشط، قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يحتفظ بسواكه ومقراضه ويتخذ ما نسميه اليوم يعني المقتنيات الشخصية والاستعمالات الأدوات للنظافة الشخصية، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ذلك كله. السواك عرضة للتراب والإغبرار وإصابة ما قد يصيب رطوبة أعلى السواك الذي فيه شيء من الريق، فيحافظ عليه بوضعه في وعاء صلى الله عليه وسلم. كان له مغسل من صفر، الصفر النحاس، ومدهن وربعة، المقصود بهذه الربعة وعاء الطيب الذي يحمل فيه الطيب ما يسمونه بجؤنة العطار أو جونة العطار، فإنها تسمى ربعة، هذه يستعملها يضع فيها طيبه مسكا كان أو غيره. وكان له أيضا يجعل فيها المرآة والمشطة، مرآته التي يسرح فيها شعره، مشطه الذي يستعمله. قال: وكان المشط من العاج، والمعروف العاج هو المتخذ من أنياب الفيلة. قال: ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد، وذكر هذا أيضا في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، الاكتحال عند النوم وإن لم يكن على الدوام بل يكون غبا يعني مرة بعد مرة أو حينا بعد حين. قال: وكان في الربعة المقراضان والسواك، هذا الوعاء الصغير الذي كان يحفظ فيه الطيب ومثله يجعل فيه المقراضة ويجعل فيه السواك ويجعل فيه المرآة والمشطة. من يعتني اليوم
بأدوات نظافته الشخصية واستعماله في مكان يحفظه، وهذا نبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وهو الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه، يجعل فيه المقراضان والسواك، وكل ذلك من عنايته عليه الصلاة والسلام بشؤونه، قص أظافره والمشط الذي يستعمله في تسريح شعره، السواك الذي ينظف به فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، يجعلها محفوظة في تلك الآنية الصغيرة والأوعية التي يحفظ فيها متاعه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له قصعة تسمى الغراء، لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة وسرير قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه ليف. وهذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث. هذا آخر ما أورده في الفصل. كانت له قصعة تسمى الغراء. القصعة ما يعد في أكبر آنية الطعام التي يستعملها العرب تسمى قصعة، عبارة عن طبق كبير يحمله أربعة رجال من أربعة أطراف لكبر حجمه وثقل وزنه إذا ملئ طعاما. قال: قصعته تسمى الغراء، لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم، فكل يحملها من طرف يتعاونون في حملها. قال: وله صاع ومد وقطيفة. الصاع المستعمل في كيل الطعام، تمرا كان أو برا أو غيره من الأطعمة، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين من كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تستعمل أيضا لكيل الطعام ونحوه. قال: وله قطيفة، يعني كان ربما التحف بها أو افترشها صلوات الله وسلامه عليه. وله سرير قوائمه من ساج. الساج شجر عظيم صلب الخشب جدا، يستعمل في صناعة السفن، أهداه له أسعد بن زرارة. أما فراش السرير الذي ينام عليه فمن أدم، الجلد المدبوغ يسمى أدما. حشوه ليف، الليف الذي ينزع من سعف النخل، إذا جمع يكون حشوا، فليس قطنا ولا ريش. نعم، فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان إلا جلدا مدبوغا محشوا بالليف. قال: هذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث، فجمعها واختصرها رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في آلاته من حديث. الحديث الذي يذكره المصنف الآن فيما أخرجه الطبراني لا يصح، بل فيه علي بن عروة متروك، قال عنه ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. إنما أورده المصنف لأن فيه جملة مما ذكرناه في مجلسنا هذا كله جمع في رواية واحدة، وإن كانت لا تصح سندا فيذكرها المؤرخون على ما سمعتم فيما ثبت بعض ذلك في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في آلاته من حديث ابن عباس أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له مجن يسمى الدفن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الراج، وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى الكرد، وكانت له عنزة تسمى النمر، وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة تسمى المدلة، وقضيب شوحط يسمى الموت. هذا ما أورده المصنف رحمه الله في الفصل، وفصلنا في الجمعة المقبلة إن شاء الله في دوابه صلى الله عليه وسلم. استكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلتكم وجمعتكم غدا، فإنما تكشف بها الكروبات وتدفع بها الهموم وتغفر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
يا شاكيا في القلب همًا أشعله، وتكاثر الذنب العظيم فأثقله، أكثر صلاتك والسلام على الذي بهداه ترتاح النفوس المثقلة، صلى عليه الله ما دمع جرى وعليه ترداد السلام وأفضله. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء، واجعل لنا يا ربي ولأمة الإسلام من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.